ازيك؟ ازيك يا طارق؟ بقولك ايه؟ اروى حبيب عاملة ورشة كتابة في الجونة، قلت يعني ممكن تبقى عايزة تحضريها. ورشة كتابة؟ واضح ان دي علامة. اقولك حاجة ومش هتصدقها؟ ايه؟ انا بقالي فترة مش عارفة اكتب، والورشة دي فعلا هتفيدني. شفتي؟ يلا مالكيش حجة بقى، روحي احضري بقى. طارق فرح، ازيك يا فرح؟ ماجد انت بتعمل ايه هنا يا ماجد؟ ايه ده، طارق مالكيش ولا ايه؟ لا. انا جاي اطلب منه خدمة عمره. ايه؟ ماجد عايزني اكلم ضياء باشا عشان يدربه. ما هو الممثل مننا محتاج ان هو يتعايش مع الاجواء بتاعه الدور اللي هو بيمثله، فانا الدور بتاعي رجل عصابات خطر جدا. فمحتاج بقى ان انا اعيش اجواء السسبنس، التشويق، الاثاره، المتعه، واتعلم اضرب نار، واتعلم البتاع ده اللي هو قالوا عمليات. الو عمليات؟ الو. ايوه بس انا الحقيقه مش متاكد ان هم هيوافقوا خالص. لا طارق، لا طارق ما تهزرش. قولي له حاجه فرح، اقنعيه، لانه انا مستقبلي الفني على المحك. تفهمين يعني ايه المحك؟ شفتوا فيديو الحصان؟ ايوه شفته طبعا، وده يعني حاجه مخلياني مكسوف اكلم الناس بصراحه. بص طارق، يعني انت ممكن تساعده وهو ممكن يساعدك. ماجد ايه رايك تدربه تمثيل ويجي منك؟ على فكره وشك ليه صح جدا جدا، انت فوتوجينيك جدا جدا، بس انت محتاج تحلق ونعمل كرياتين هنا في خلاص ماشي، هكلمه ان شاء الله هنشوف. هكلمهم يعني؟ خلاص خلاص ان شاء الله. وعد طبعا. يلا كلمهم بقى. خلاص هكلمهم. ماجد انت اتغديت؟ لسه. ساعه غدا دي انت تروح تتغدى وانا اكلمهم واجي لك جري. اوكي ماشي، بس اوعى تنسى. ايه ده، اكلمهم ونقول تجي لي على طول. طبعا بليز. اتفضل. اوكي اتفضل. تقول لهم الاثاره والتشويق والمتعه. اوكي اعتبره حصل. بص ليش انت اللي وافقت، انا ما قلتش حاجه. فرحت متاكد ان ده باباكي.